السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. والنهارده معانا حلقه جديده من عشاق السيارات مع النجوم. والنهارده هيكون نجم حلقتنا هو توني لطيف، راعي السيارات الكهربائيه في مصر. اكتر حد كان داعم للسيارات الكهربائيه وتعب وراها جدا، وانا شايف ان هو يستحق فعلا المكانه اللي هو وصلها بالنسبه للسيارات الكهربائيه، لان فعلا تعب فيها كتير جدا ويستحق ان هو يكون راعي السيارات الكهربائيه. اهلا بيك يا توني. ربنا يديك الصحه، انا مبسوط ان انا معاك النهارده حبيبي. وبعيد عن اي محتوى اي حاجه، انت من الشخصيات الجميله الواحد يتشرب بمعرفتها فعلا. يا حبيبي انت الاحسن يا توني، الله يخليك يا رب. تسلمني. مبدئيا حابب اعرف الناس بيك. الاسم، انا اسمي الحقيقي انطونيوس، بس أنطونيوس. طبعا انطونيوس عشان طنطه تقيله. تمام، فكله بقى بيقول توني دلوقتي. تمام حلو. واللطيف دي طبعا اسم الوالد، يعني معلومه جديده. يعني انطونيوس دي ما حدش يعرفها. طيب السن تقريبا 38 سنة. ربنا يديك الصحة وطول العمر يا رب. يديك الصحة يا رب. حبيبي خريج ايه؟ انا خريج بعيد عن العربيات خالص. هوايات العربيات دي بتبقى في دم كل واحد. طبعا طبعا. انت طلعت مثلا، انا خريج تجارة انجليزي. تمام ما شاء الله عليك. فانا طلعت، انا بحب العربيات من صغري. تمام. فانا طلعت بحب العربيات. بحب. يعني من سن كام مثلا بدأت تهتم بالسيارات؟ من سن 12 سنة. ها؟ كنت بطلع مع والدي في العربية المرسيدس زمان الخنزيرة واللونج والحاجات دي. تمام. المعدل، الحاجات اللي هي 86، الحاجات دي كلها كنت بطلع اركب معاه وامسك. بدات الحب العربيات امسك الدركسيون بس كده. حلقتنا النهارده برعايه موقع وتطبيق هتلاقي لبيع وشراء السيارات الجديده والمستعمله في الروابط تحت الفيديو. طيب انت دراستك ما كانش لها علاقه بالسيارات طبعا. ولكن هل والدك له علاقه بالسيارات؟ والدي بيحب السيارات، بس ما الجيل بتاعه ما كانش فيه التطور اللي احنا فيه دلوقتي. تمام اكيد. فانا كملت الحب السيارات مع، يعني طلعت بحب العربيات البنزين طبعا، كان كهرباء. تفتكر سنك كام اول سياره سوقتها بنفسك؟ اول عربيه سوقتها بنفسي كنت 14 سنه، بس مش سواقه سواقه، كان والدي قاعد جنبي. يعني بدايه التعليم مثلا؟ بدايه التعليم كانت على العربيه نقل. تمام. بدايه خالص لما كنت احنا عندنا الشركه بنورد اغذيه. تمام. الشركه بتاعتكم شركه سيارات نقل اصلا؟ لا، شركه اغذيه مورد لقطاع حكومي يعني. تمام. فكنت بطلع مع السواقين اقعد جنبيهم اشوف السواق بيسوق ازاي، رجليه بتمشي ازاي. غاوي بقى غاوي. فانا بابا عايز اتعلم السواقه. طب يا ابني لما تكبر شويه. بابا انا عايز اتعلم. المهم في يوم وليله كنا رايحين مسافرين نويبع. تمام. انا ووالدي يعني. وخدت من، انا كان معاه عربيه نقل وكان راكب مع السواق، فقال له السواق تعالى اسوق انا. ورحت قاعد جنبيه، قال لي امسك الستيرنج الاول اظبط الزوايا بتاعت العربيه. ايوه ايوه. وظبطت الزوايا واحده خد واحده. خد حساسيه العربيه. واحده واحده، واحنا نازلين من كوبري اظبط الستيرنج اظبط التوره. بعد كده واحده واحده، طب اطلع الدبرياش اهو ده بيعمل كذا ده بيعمل كذا. بدات بقى حب العربيات من كده. يعني انت قلت علمك كان على نقل. كان عربيه نقل الاول. تمام. واتعلمت على عربيه نقل. اول عربيه تمام. اول عربيه اشتريتها، اول سياره امتلكتها بتاعه توني. في 2006. ها؟ كنت جايب، والدي جاب لي الموتسوبيشي اللي هي ال 2001 اللي هي اللانسر. المكوى. تمام. بيسموها المكوى. اللي بعد الكريستال. ايوه 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 كانت مكوى فعلا صح. بدات بقى من ساعتها بقى حب العربيات. العربيات كانت جايه 1300 سي سي مانوال. تمام. سقطت لها، دخلت بقى على الجروبات وعشت بقى مع الناس. الحرفيين طبعا كبتنا التاني. تمام. واحده واحده رحت مسقط لها مكنه مايفيك، قص في الكنبه ورا، اعمل كورونا، اعمل كورونا ورا. بقيت اخش بقى متسحلت. جبتها دفع رباعي يعني. كان ايامنا دريم، لا دريم بارك. كان 6 اكتوبر بقى دي ممكن تلاقي صلعه جديده. ايوه ايوه. وطلعت بقى ونطلع ونعمل جري شباب. تمام. بعد كده رحت جايب بي ام 318 2004، كان ده في 2009. سقطت لها برده مكنه 30 دبل فينوس وكورونا لوك وسيستم كامل 30. فالواحد ده انت عشت. انا عايز اقول لك فلوس شبكتي خدتها من مراتي وجبت بيها، عدلت سقطت موتور 30 ده. لا اهلا بك في عشاق السيارات. كان تعريف اول لعشاق السيارات دي لما يكون حبك للعربيه اكتر من حبك لنفسك. انا معاك فلوس تستخسر تجيب لنفسك كوتشي وتروح تجيب لها كوتشي جديد كده، انت خلاص من عشاق السيارات. هي حب العربيه ده عشق، مش مش حب، ده ده حاجه عشق فعلا. فعلا تعدى الحب. طيب ايه اظرف موقف عدى عليك في في السواقه؟ لا في مصر في مواقف كتير. تمام. انا عبطت عادي؟ لا عادي. تمام. داير. في مصر في حاجات كتيره، بس هي الفكره كلها لو انت بتتعلم السواقه تتعلم مبادئ السواقه واسلوبك كده الصح. تمام. اللي هو تدي اشاره ما تخش يمين. ايه اكتر حاجه بتجننك على الطريق؟ اكتر حاجه بتجنني في الطريق في يعني في مصر عموما. في السواقه ان هو حد يروح عامل حركه كده تضايق. اللي هو ماشي في نص الحاره. يعني مثلا اللاين اهو، اللاين اهو، هو ماشي في النص.
تمام. والناس اللي بتمسك الشمال كانها مأجره الشمال دي ماسكه الشمال ماشي سرعه من الطريق 100 120. هو راح ماسك الشمال مثلا مثبت فيه 80. انت عارف اللي غزك ايه؟ تزمر له وترعش له. مفيش. مش ده الموضوع. انا النهارده عملها فيها واحد برضو كان ربع نقل وهو ماسك الشمال وواحد تاني ماسك اليمين قصاده وقافلين الطريق بس براحتهم. وبعدين ازمر له اعمل انا مستعجل، انا ورايا برنامج النهارده في التلفزيون ومستعجل، فازمر له روح اعطينا اشاره شمال يعني. مش انا مش ماشي اطلع مني. اللي يغيظ بقى ان الشمال ده والله دي معلومه فنيه يا جماعه للناس اللي ما تعرفهاش، الشمال ده للسريع وللتخطي في الطرق اللي الحارات بتاعتها 5 حارات مثلا يعني. بره لما بنيجي نسوق بره، طبعا انت جربت السواقه بره، الشمال ده اقصى اليسار ده بيكون للتخطي يعني، حتى انت ما ينفعش تمشي عليه على طول، لا انت بتروح جاي متخطي منه وراجع تاني، لازم الحاره بتاعت اليسار دي تبقى فاضيه. طبعا دي للطوارئ والحاجات كده. واقصى اليمين ده لما يكون بس انا في عندك لا قدر الله مشكله فبتبدا ان انت تمشي فيه. الماشي هادي بمسك يمين، السريع شمال يا جماعه. عندنا الحكايه دي عكس، مش عارف ليه محدش علمهم النقطه بتاعت ان هو صدقني متعلمه. بس هو برده خد بالك ثقافه الناس برده، الناس الجيل اللي طالع برده مثقف جدا وعنده خبره. بس لا جيل جديد ما شاء الله يعني. بس الجيل اللي هو ايه اللي هو جيلنا واللي قبلنا شويه، انا اللي هو عافر كتير يا جماعه وتعب، هو زي ما تقول كده ايه، انا خلاص ضربها صرب بالظبط. اصعب موقف مر عليك في العربيات عموما؟ لا هنتكلم على الكهرباء بقى. يعني اصعب موقف مر عليا مشيت عربيه كهرباء. لما اشتريت؟ لما اشتريت. ليه بقى؟ ساعتها بالنسبه لي كانت الكلام ده كان امتى تقريبا؟ انا قصتي بدات ازاي في العربيات الكهرباء؟ كنت انا في 2017 كنت طالع رحله انا ومدام والولاد تمام لهولندا تمام سياحه تمام. خدنا كنت مأجر عربيه من الابلكيشن، حاجز عربيه بنزين هتقعد معايا 15 يوم اللي انا مقعدهم في الاجازه بتاعتي بالظبط. نزلت المطار المكتب اللي انا مأجر منه العربيه، كنت حاجز ساعتها هوندا سيفيك تمام. قال لي في عرض، احنا ممكن نديك عربيه الكتريك ونرجع لك ساعتها 20% من قيمه الفلوس اللي دفعتها تمام. فانا مرتي جنب ده بص بيقول لك في عربيه كهرباء وممكن يرجع لي فلوسه. طبعا اي حاجه فيها توفير الستات راشقه فيها. لا قالت لي احنا فين وهنعمل ايه واحنا مش في بلدنا. قالت لي كوس. قلت لها نجرب. قالوا لي هنديك عربيه تسلا موديل اس نيو براند حلو محدش ركبها قبلك. طب بتمشي كام؟ بتمشي 400 كيلو تمام. طب هروح بقى فين اشحن فين؟ انا رايح حكايتي ما اعرفش حاجه في هولندا. فقلت لها بقول لك ايه تعالى نجرب، ما عجبتناش نرجع العربيه تاني للشركه وايه وخلاص وخلاص ناخد عربيه بنزين. حلوه المغامره دي. كلمت واحد صاحبي قلت له يا ابني انا مأجر عربيه انا في هولندا تعالى قابلني، وبعت له اللوكيشن. المهم جالي كان معاه عربيه مسات هو، فجالي ايه يا ابني انت عملته ده؟ انت تركب الكهرباء انت هتروح بقى فين هنا وبتاع؟ قلت له يا عم نجرب. هم 400 كيلو خلصوا هرجعها تمام. فلقيت الموضوع ايه حلو، طلعت وصلنا البيت طلعت الشنط مع امي والولاد وشاشه العربيه انا سحلتني معاها بقى. طلعت الحاجه رحت نازل قعدت قدام العربيه كده جوه العربيه مش فاهم اي حاجه بس عمال ادعس. وسبت الرحله وسبت سبت مراتي والعيال بقى فوق. انا قعدت 3 ساعات في العربيه تحت. اطلع اطلع حاضر حاضر 5 دقايق دي او طول. واتسحلت 3 ساعات في العربيه. عربيه قويه بتجري طبعا رهيب طبعا ما شاء الله وعربيه تسلا. فالموضوع بالنسبه لي تسلا دي كنا تسلا. فقعدت في العربيه اتسحلت. تاني يوم قضينا مشوارنا يومين بيها جوه المدينه، لان في اماكن عاملينها العربيات الكهرباء تدفع فيها ببلاش حتى لو شارع ايه. ركنت وكان في الوقت ده وحدات شحن وحدات شحن شواحن ما كانش كتير قوي بس كان في كان في محطات شحن عاديه تحط الكابل الاي سي وتشحن عربيه تمام. حطيت الكابل مش العربيه فولت ببلاش من غير فلوس. عجبني الموضوع فبقول لك احنا هنسافر بقى ايه بره هولندا بره نطلع فين؟ قلت نطلع المانيا بالعربيه. ودي كانت مجازفه 940 كيلو من امستردام لبرلين بالظبط. فتحت لقيت بقى ايه، فتحت طبعا الخرايط واتصلت بالشركه انا هشحن فين. قالت لك تسلا عامله سوبر تشارج في الطريق بتاع الهاي واي تمام. تخش تسلا تشحن عربيتك تشرب كوبايه قهوه عندهم شحن طبعا 150 كيلو ساعتها تمام تشحن وتمشي. والعربيه فيها بقى اوبشن في العربيات الاوروبي اما ما تخلص الشحنه تقول لك بعد كذا في محطه كذا سوبر تشارج تسلا. شحنت وقضيت رحت المانيا رحت برلين قعدت 3 ايام ورحت راجع طلعت فرنسا من امستردام ولبست غرامات بحوالي مثلا 7000 يورو. يا والله العظيم. ليه بقى؟ رادارات. انت مش عارف الرادارات؟ مش عارف الرادارات وبعت لي على البيت. والعربيه بتطير والعربيه بتجري. النهارده الطريق الوحيد اللي في العالم في اوروبا ما بين امستردام وبرلين هو الهاي واي تجيب فيه زي ما انت عايز. ده اللي هو الاوتوبان ولا؟
مش فاكر اسمه صدقني، بس فاكر. كان هو طريق هو قالوا لي الطريق ده الوحيد اللي هو سرعه مفتوحه، سرعه مفتوحه هو الاوتوبان. بس تمام. رجعت بقى مصر قلت لها انا هشتري عربيه كهرباء، ودي كانت نقطه تحول بالنسبه لي. دي كانت بدايه الطريق، كانت بدايه الطريق. نزلت في طبعا كنا ساعتها في 18، كنا بنقضي كريسماس هناك، ونزلت 18 قعدت ادور بقى زي ايه مثلا ايه المدمن انا كنت عربيه كهرباء مش عارف مش لاقي عربيه، عايز عربيه كهرباء. كان معايا ساعتها عربيه اودي كيسني. ونزلت لقيت معرض بدون ذكر اسماء عرض العربيه دي جولف 7 2016 او 2015 اللي هي الاي الاي. كلمته بكام؟ قال لي ب 345، وانا كنت جايب الاودي ب 315 زيرو. رحت كان يوم مطره في اخر اتنار في نص واحد او اول واحد. انا هشتري بكام؟ المهم قعدنا نفصل مع بعض، خدتها ب 305. 305 حلو. روحت البيت مندبه بقى، ما انت مش لاقي فلوسك في الشارع، انت لاقي فلوسك في الشارع. واتصل بابويا، ابنك عمل كذا كذا، واصحابي التريقه. خليها معاك زي واصحابي بقى التريقه عليا. سيبها. انت راكب عربيه بنزين تروح تركب كهرباء تروح تشحنها فين؟ ما كانتش في ثلاث اربع محطات في مصر خالص اصلا. بس وابويا بقى اتخانق معايا لان انا كنت ماسك الشغل مع والدي لحد دلوقتي ماسكه. منعني من حاجات كتير في الشغل. مراتي اتخانقت معايا، راحت عند امها قعدت مطانيه 20 يوم 25 يوم. يا سلام. سايبه لي البيت. صدقني انا عشت يعني عشت شهر سواد بسبب العربيه الكهرباء. بسبب العربيه الكهرباء اللي انا جبتها دي. ما طب ده ما خلاكش ترجع ولا خلاك تزيد بقى ان هو الموضوع خدته عند بقى؟ لا انا عملت كده عشان عملت مشاكل. بس خد بقى طريقه من اصحابك. انت تمشي باور بانك، ما انت تحطها في شحن رفيع قصص بقى انت عارف بقى التعليم. ايوه بس ادائها جميل يعني. انا عجبتني العربيه، قعدت معايا 3 سنين او سنتين وثمان شهور وقدرت تتاقلم عليها وتمشي حالك. قعدت شحن في الكراش كنت عشان اروح اشحن، كنت بروح التجمع وانا راجع بفضي نص الشحن. لكن في الوقت ده كانت البطاريات بتمشي 100 كيلو 150 كيلو. ما كانتش التكنولوجيا اللي هي جت بالظبط. فعادي قعدت بيها سنتين وثمان شهور. بعد شهرين ثلاثه تعالى يا بنتي شوف العربيه، ما بدفعش حاجه، دي رقم التوكيل يكلمك، احنا عدى 6 شهور تعالى اعمل الصيانه. يا جماعه ما مشيتش بالعربيه. تعالى غير زيت. لقيت نفسي بصرف على البنزين وهي راكنه على اللي هي كويسري، والكهرباء ما بصرفش عليها. دي بتتشحن ب 40 جنيه، كانت بطاريه 38 كيلو صغيره، 24 كيلو ساعتها. كانت بتتشحن ب 30 جنيه في البيت، وب 25 جنيه تمشي بيها 100 كيلو. فبدات بقى ما كنتش عامل المحتوى خالص. لحد 2022 كنت جبت عربيه هونداي كونا 500، كانت دي كانت النقله بقى. تمام. كان ساعتها كان انا تقريبا كان في تقريبا في 2017 كنا عملنا الهونداي ايونيك مش كده؟ ايوه. كانت هي اول 150 كيلو، كانت العربيات اللي دي كانت كانت جميله. الفيديو ده انت مش متخيل تقريبا عامل 3 مليون مشاهده عندي. ما شاء الله. بتاع الايونيك ده، فالناس مهتمه فعلا بسيارات الكهرباء والعالم كله. فبعد كده جبت ال 500 كيلو دي، فيديو يعني فيديو ما كانش في دماغي خالص. اي حد عامل جوجل جيميل وعامل اكونت على اليوتيوب. بص يا جماعه عربيه بتشحن ازاي، بتمشي 500 كيلو بشحنها في البيت، انا عامل في الجراج فيديو يعني تهريج خالص مش في بالك. نمت صحيت 100,000 ان شاء الله كومنتات، والناس بتسال جبتها ازاي، بتشحن ازاي، طب عايز اسافر. بقيت اخد اسئله الناس واكتبها في ورقه من عليها فيديوهات ارد على الناس. من هنا بقى بدا المحتوى. من هنا بدا يعني انت بدات المحتوى من 22 من 22/8/22 ما شاء الله. فاكر بالشهر كمان. كان 16/8/22 كمان. دي كانت البدايه. بدايه جميله. فالواحد بعد كده لقيت بقى الموضوع انا بستفاد، طب ما انا افيد غيري. ممتاز. لحد ما الحمد لله لاحظت انا حاجه وانا معاك، ان انت كان حد بيسالك بيقول لك انا عايز اسطول سيارات ومش عارف ايه، فانت قلت له انا مش بشتغل فيها تجاره. انا الموضوع انا بصدق. بص انا ليه ما فكرتش ان انت تخلي الموضوع طالما انت بتحبه قوي كده، ليه ما حاولتش ان انت تخليه شغل؟ انا عن نفسي يعني كان كده بالنسبه لي، بدات الموضوع حب وبعد كده خليت شغل. عملته بيزنس. انا بص انا باخدها ازاي، مشاكل الاستيراد ان انت تتحمل مسؤوليه فلوس حد، انت عشان شغلك في ارضك. لكن العربيات الكهرباء مفيش معارض، كان يا اما بتشتري او بتبيع عربيات كهرباء كتيره. وكان اللي بيطلب كان بيطلب كتير. تمام. اسعار غاليه. تمام. فقصه الاستيراد انت تاخد فلوس من حد، لا قدر الله مركب حصل فيها حاجه، فهتخش في هسه. مش بتحب الحته. مش بتحب حته المغامره دي. انا بحب تجاره والدي، معانا بضاعه بتسوى كذا ببيعها بكذا. ممتاز. السلام عليكم. وعليكم السلام. وحاجه تانية بص لها هتتقال بعد كده ان توني عمل المتابعين علشان يعمل بيزنس من وراهم.
مظبوط. انت بتقدم حاجه خدميه. بالظبط. انت بتقدم حاجه خدميه غير لما انا اقدم حاجه غير ان انا يعني ما قلتش لحد قبل كده تعالى اعمل صيانه عندي خالص اصلا. بس انت حد انت برضو حاجه بتخدم الناس. بالظبط. لكن انا هيبقى تجاري. تجاري فهتقال عليك تاجر، فانت بتستورد، فانت بتعمل سبوبه، فانت بتكسب، فانت مش عارف ايه. لا شاب ناقص. طيب معاك عربيه دلوقتي؟ معايا 3 عربيات اللي هم معايا تسلا موديل واي. تمام. ومعايا المفاجاه لسه جايبها النهارده طبعا الذكر 001 دي الوحيده، بس دي قصتها جنب الصوت برضه. تمام. ومعايا بي واي دي سونجل. اها. وجايب الذكر 7 اكس جايب الذكر. مين احلاهم او امتعهم؟ هبص بقى ده سؤال صعب جدا. ليه بقى؟ يعني انت النهارده تركب عربيه تسلا ممتعه جدا وسواقتها رهيبه وحلوه وانت قاعد مرتاح. تمام. بس هتيجي تقارن بعربيه ثانيه مثلا بتمشي 500 كيلو زيها. تمام. هتلاقي الاوبشن والكاميرات اعلى. النهارده الصين بقت في حته ثانيه. اه رايحه. انا كنت من اكتر الناس اللي بهاجم العربيات الصيني. تمام. بطلع اشتم فيها. ليه؟ لان هم كانوا بينقلوا ويطبقوا. ينقشوا ويطبقوا. تمام. الكلام ده لحد طفره 2020. تمام. بعد 2020 وبعد الكورونا بالذات العالم كله كان قاعد في البيت والصين كانت شغاله. حصل. لقينا طفره ثانيه خالص في العربيات الكهرباء. لا هم مركزين في الحته دي، وخلي بالك الحكومه هناك بتدعم بطريقه صعبه قوي قوي قوي. بالظبط. لدرجه ان انا دلوقتي بشوف فيديوهات مش قادر استوعب الموقف، الناس بتتكلم ان هم بيخسروا، يعني بي واي دي بيقول لك مش عارف خسرانه كام ونيو خسرانه كام. هم خسرانين عشان برغم ان هم بيعملوا مبيعات رهيبه بقى رقم واحد. يعني بالزبط. سبحان الله دلوقتي بي واي دي رقم واحد على العالم في مبيعات السيارات الكهرباء. عدت تسلا. عدت تسلا فعلا. تمام. ومع ذلك هو بيخسرهم، فهو معنى كده ان هو عايز يفضي السوق من كل المنافسين وبعد كده يشتغل بقى هو براحته ويبدا ان هو يلم فلوسه تاني. كل عربيه ليها طابع او كل براند ليه طابع. تسلا ليها طابع راحه. تمام. حلوه وابلكيشن وتفتح وتشتغل وكل حاجه. تمام. لو هنتكلم على بي واي دي سونجل تفوقت على تسلا في مسافه سير. ماشي. بس احنا عندنا عقده الخواجه. ها. اللي هو انا راكب بي واي دي. ايوه مفهوم. لكن لما تيجي تخش على ايوه ماشي، بس ماشي بي واي دي اف 3 مثلا ولا ال 3 يعني دي حاجه ودي حاجه. الناس لما بتيجي بتصير بي واي دي يقول لك ده، او ما بتيجي في بيجي باله التاكسي الاف 3. ايوه 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 ده التاكسي. لكن النهارده بي واي دي انت زي ما قلت رقم واحد في العالم. تمام. في العربيات الكهرباء. الذكر بقى تتميز بايه بغض النظر عن المسافه بتاعتها؟ الذكر هي ذكر طالع من براند جيلي. تمام. جيلي غلطوا غلطه، هم يعني في 2023 العربيه دي كانت بتنزل من 21 بتنزل ببطاريه قدرتها 100 كيلو وات. تمام. بتمشي 650 كيلو. جم في 23 راحوا عاملين بطاريه 140 كيلو وات اللي هم عايزين يجودوا بقى. هجيب لك نهايه اللعبه. بطاريه 140 كيلو وات بتمشي 1000 كيلو. تمام. طب ده مش وزن زايد؟ وزن زايد طبعا، بس هو عمل لك ايه؟ عمل لك البطاريه اللي بتمشي 1000 كيلو خلاها سنجل موتور 270 حصان 277 حصان. سنجل موتور. سنجل موتور. طبعا طبعا دفع خلفي. وعمل لك البطاريه تمشي 650 دول موتور 536 حصان. وبقت تجار رباعي. بقت تجار رباعي. فانت عايز تسارع وعايز قوه تركب البطاريه 100 كيلو. الناس بقت عملت ايه؟ بقت عملوا منها 1000 عربيه. بقت الشركات كلها، لان انت الشركات في الوقت ده او لحد النهارده ما فيش حد اقصى شركه عملت 700 كيلو. حصل. فلقت الشركات كلها، لان جيلي حكومه وعندك بي واي دي حكومه وعندك كذا شركه في الصين شركه حكوميه. فلقوا البساط والمبيعات كلها رايحه فين؟ على 140 كيلو وات. قال لك لا، وقف انتاج 140، اعمل انتاج 150 كيلو بس. لان انت كنت خلاص بقى دخلت 1000 كيلو، ده رقم كبير. بالظبط بالظبط، هو فعلا رقم كبير. حتى بالنسبه للعربيات البنزين. فعليا جاري هتمشي هتسافر معاك 800 كيلو. ودي من ريفيوهات ناس في اوروبا وفي روسيا. تمام. جاري وارس الموضوع حلو. بتتمنى تركب عربيه ايه؟ يعني ايه العربيه اللي في خيالك؟ ان انا بحلم ان انا اقتن العربيه دي. صدقني يا عصام بغض النظر عن الكهرباء بقى، انا مش بتكلم هنا كهرباء، لا سياره، اي سياره. انا عايز اقول لك مثلا كنت في دبي رولز رويس والحاجات دي كلها، مش واللامبورجيني اورس والحاجات دي كلها كانت بتبقى في المعارض. والناس بتبيع عربيات كهرباء. يعني انا ضحكك، ببقى داخل مثلا شايف عربيه بي واي دي شامبيون وحياته ليه زي ما بكلمك كده. سلام. وجنبيه رولز رويس واقفه وتلاقي نفسي انا هتلاقيني رايح للبي واي دي. واحد جنبي ده ويفتح ومش عارف ايه السقف رايح البيو دي رايح الكهرباء، والله احنا بتيجي عليه خلاص خلاص. هو الموضوع حب وعيش زي ما انت قلت. بالظبط. لكن اركب عربيه ايه؟ انا كنت بحلم بالعربيه دي لان انا سوقتها في 21 و22 في الصين. كنت عايز اجيب واحده 1000 كيلو، لما عرفت ان اتمنعت تصديرها كمان ووقف انتاجها، فكان بالنسبه لي الحلم ده
بعيد. بس هي جت بالصدفه وفي قاعده قاعد مع واحد بنتكلم صاحبي يعني عنده معرض سيارات. بتكلم بيقول لي جايب انا جايب زيكر 7 اكس. جايب زيكر 7 اكس. فبقول له ابيع التسلا ولا ابيع البي؟ قلت له ابيع التسلا الاول يا اما بي ولا دي اي حاجه من الاثنين عشان اكمل فلوس العربيه. تمام. قلت له يا اخي لو في عربيه زيكر 001 اللي بتمشي 1000 كيلو بس توقف انتاجها. قال لي ليه يا عم انا عندي واحده لسه جايبها امبارح. كنت باصص له كده قلت له انت عندك زيكر بتمشي 1000 كيلو موجوده عندك وبتقول عليه كده؟ اه يا عم ده صاحبها جابها ومش عجباني. قول له مش عجباني بتاعتي رزقي. قلت له بقول لك ايه العربيه دي لو عندك انا هاجي اخدها دلوقتي. قال لا الصبح. والله عصام وحشه ليه سلام. ما نمتش طول الليل فضلت مطبق لحد الساعه 10 ظهرت قاعد كده قدامي مع التليفون الساعه 10 هتكلمه. ايه يا احمد انت فين؟ قال لي الصبح. قلت له بقول لك انا هجي لك دلوقتي نطلع مع بعض. هجي لك اخدك بعربيتي ونرجع وهرجع بالزيكه وانا راجع. تمام ما شاء الله. رحت راجع سبت له التسلا هناك في المعرض وقلت له هبعت خدها بكره او حد يشتري. شو بقى انت عايز ايه؟ فتحت كده 900 كيلو في العداد دي رقم. اه حصل فعلا. مبروك عليك. ربنا يخليك عم نجيب لك. سعرها كام تقريبا؟ اه سعرها دي بقى بص احنا بنتكلم سعر العربيه مثلا في الصين تلاقيها مثلا بسكه 40,000 دولار. تمام. تيجي في مصر او في اي دول ثانيه تلاقي عندك جمارك عندك شحن عندك الحاجات دي كلها مكسب التاجر. فانت تلاقي بقى الارقام متفاوته. يعني سعر العربيه دي عشان تبقى من الصين تقف عليك في الوقت اللي احنا فيه هتجيبها مستعمله 2800 2900. تمام. انا جايبها ب 3200. طب السؤال هنا مش المفروض السيارات الكهربائيه ما فيش عليها جمرك ولا فيش جمرك؟ في ضريبه 14% ضريبه تكون مضافه. تمام. و2% مش عارف اللي هو سهم موارد ومش عارف ايه وبتاع ورسم جدول وكده. 16% تقريبا. تمام. 16%. اه انما الجمرك الاساسي مش موجود بيبقى متشلن عليه. مش موجود. كويس ممتاز. فهي الفكره كلها ان ما فيش عندك رقابه على ما تقدرش تحكم المعرض ده بيبقى 500 ده لا مالهاش مالهاش مالهاش. بس مش المفروض ان هي دلوقتي هيبقى لها وكيل في مصر قريب؟ اه خلاص وكيلها اي اي ام. تمام. هينزلوا هم 001 والزيكر الاكس. تمام. و 90% ما يقل هم 007 شكل بعد ده نزل بس عربيه سيدان عربيه حلوه قوي. جميل. طبعا ان شاء الله المفروض ان احنا نعمل ريفيو مشترك باذن الله للعربيه. الزيكر باذن الله يا حبيبي تسلم الله يخليك يا رب. انا متشكر ليك على اللقاء الجميل. أنا ده انا عطلتك وتعب حبيبي. لا 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 ما تقولش كده فعلا. انا سعيد باللقاء معاك وسعيد ان احنا حبينا ان احنا نعرف المتابعين بتوعك. من هو انطونيوس مش توني كمان انطونيوس انطونيوس خليف. الموضوع بدا ازاي؟ لان القصه بتاعته كانت قصه شيقه قوي زي طبعا زي ما احنا شفنا النهارده. شكرا ليك انطونيوس. شرفت بيك يا عصام. حبيبي الله يخليك. حلقتنا كتير كان ان شاء الله باذن الله باذن الله. شكرا ليكم يا جماعه المتابعه واسف ان انا الحلقه طلعت طويله شويه بس كان اللقاء ممتع. اكتبوا لنا في التعليقات لو حابين تسالوا توني في اي حاجه انتوا حابينها بالنسبه لمجال السيارات الكهربائيه. وان شاء الله يعني ان شاء الله الفتره الجايه يكون في بيننا شغل مشترك تتفرجوا عليه وتكونوا مبسوطين منه جدا باذن الله. مش شرط يا جماعه دي حاجه اخيره قبل ما نقفل. مش شرط ان اللي شغالين في السيارات الكهرباء او العكس. مفيش الكلام ده خالص. الموضوع كل واحد هو في النهايه هو عشق للسيارات. بالزبط. كل واحد بقى بيعشقها بطريقته. كلها اربع عجلات بالظبط. يلا اشوفكم باذن الله خير في لقاءات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. ويه السلام عليكم. السلام عليكم.